برحب مجددا بجميع المشاهدين. في مثل هذا الشهر من العام 2009 بدأ الرياضي والمغامر اللبناني ماكسيم شعيا رحلته إلى القطب الشمالي سيرا على الأقدام، وتمكن على رغم الظروف الطبيعية الصعبة والحرارة اللي ممكن توصل أحيانا إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر من إتمام الرحلة والعودة بسلام. وكان ماكسيم شعيا رفع العلم اللبناني بالسنوات السابقة على قمة إيفرست وأنجز رحلته إلى القطب الجنوبي أيضا. ماكسيم يقوم اليوم بالتحضيرات اللازمة لخوض مغامرة جديدة سوف يعلن عنها في الوقت المناسب. ارتفاع القمم ينحني أمام ذوي الإرادة الصلبة. الكلام لماكسيم شعيا البطل الذي وصل إلى الإيفرست، وصل إلى القطب الجنوبي، ووصل إلى القطب الشمالي، يعني بالتالي وصل إلى الأقطاب الثلاثة، والأهم أنه وصل إلى قلب كل مغامر يعشق التحدي. أهلا وسهلا فيك ماكسيم باليوم على الحرة. صباح الخير ماكسيم. مثل اليوم من سنتين كنت عم تتحضر لتحقيق الحلم للوصول للقطب الشمالي ثالث قطب، وبالتالي تحقيق التحدي اللي هو الأقطاب الثلاثة. كيف كنت عم تتحضر؟ كنت فينا نقسمهم اثنين، تحضيرات جسدية وتحضيرات بركة ذهنية. بالجسدية طبعا تمارين خاصة، كمان انجبرت زيد وزني تقريبا 10 كيلو زدت وزني قبل ما ابتدي لحتى اقدر كفي. بالرغم من هيدا رجعت مع 5 كيلو بالناقص، يعني رجعت شلتهم وشلت 5 كيلو زيادة. وبالنسبة للتمارين بالدهن هيدولي خلال السفرات واحد بصير يتعلم انه يتخطى الصعوبات. وبيني وبينك هالتمارين هاي اهم بعد من التمارين الجسدية، لانه قد ما يكون الواحد قوي بالجسد اذا ما كان قوي بالفكر وقادر يتخطى المراحل اللي لابد انه تصعب واحد قدامه ما في يوصل للهدف. اليوم 8 نيسان 2009، امبارح اول امبارح والخمس ايام الماضية مرقنا فوق سلسلة جبال موجودة تحت المي هون على 4000 متر، فلذلك كان جديد كتير مشقشق وخطر جدا. مرقنا كذا مرة فوق مي بس الفسخ كان صغير، قدرنا عبرنا فوقه من دون ما نسبح. انت يعني كنت اول عربي يطأ القطب الشمالي مزبوط؟ سيرا على الاقدام من ال ال الشط، يعني انا انطلقت من اقصى شمال كندا. نعم. اسمها جزيره وورد هانت ايلاند. من الشط ما بعتقد حدا وصل له، وقليل على كل حال اللي واصلين لنا غير العرب يعني. شو اصعب الصعوبات يلي واجهتك بهالمسيره؟ كل يوم كانت اشغال شقه، وبما انه ابتدانا بثلاثه اذار بهالمناطق هاي بعد الشمس ما شرقت. تعرف بالقطب تشرق الشمس مرة واحدة بالسنة وبتغيب مرة واحدة بالسنة. بقى 3 أذار ما في شمس معناتها في برد قوي كتير. شفنا حرارات قريب للستين تحت الصفر. وقد ما يكون الواحد محضر وعنده خبرة بيدبر حاله للأربعين تحت الصفر، بس ما دون الأربعين تحت الصفر بتصفي وحشني. وعلى كل حال كنا ثلاثة، نحن واحد من زملائي ضحى بكم أصبع. نعم. وفي شيء بتسميه انجراف قطبي، يسمى انجراف قطبي مزبوط، بولر ايس دريفت. بما أنه ابتدينا من كندا هو الجليد كله، تعرف القطب عكس عن القطب الجنوبي، القطب الشمالي موجود فوق محيط، بقى في ماي وفوق الماي في جليد ونحن ماشيين على الجليد. وبما انه في الارض عم تبرم وفي التيار تحت بالماي وفي الهواء والاخره، هالجليد هيدا منه شيء ثابت، شيء ديناميكي، كله عم بيمشي نحو الجنوب. بقى نحن طالعين صوب الشمال والجليد عم بيروح صوب الجنوب، بقى كانه ماشيين على مثل ما بقولوا تابيرو لون ماشي ضدك. يعني كنت عم تشوف الارض عم تتشقق من تحتك؟ اكيد كنت عم شوف، شفنا شويه تشقق واوقات سمعناه وشفناه بس اكيد انه هي عم بتزيح مسافه طويله. اوقات نفوت على الخيمه تنام لبين ما نوعى تاني نهار نكون رجعنا 3 4 5 كيلو، اوقات 5 كيلومتر. السؤال يلي على لسان كل الناس هو لماذا؟ ليش ماكسيم عم بيعذب حاله هيك؟
جواب السريع هو بركي ليش لا؟ ما زلني أنا قادر وصممت وقلت إنه رح أعمل هالشي، ليش ما بعمله؟ لأنه بهالحياة العالم الكويسة مثل أغلبيتكم إذا مش كلكم بتندم على اللي ما عملته مش على اللي عملته. أنت درست بكندا، باليونان، بفرنسا، بالمملكة المتحدة، واشتغلت بنيويورك ورجعت على لبنان وقدمت إنجازك للبنان قبل ما تقدمه لشخصك، مظبوط؟ ليش؟ وبالمقابل شو قدم لك أو شو عم بيقدم لك لبنان؟ مش مطلوب، ما بعرف إذا عم تسأل سؤال إنه شو قدمت للدولة اللبنانية من بعد هالإنجازات. الصراحة ما كان مطلوب أنا شيء من الدولة اللبنانية، ومني طالب إنه لبنان يقدم لي شيء. بتعرف تأثرت أنا وصغير بقول جبران خليل جبران إنه ما تسألوا شو بلدكم قادر يعطيكم، شوفوا شو أنتوا قادرين تقدموا لبلدكم. اختبارات ماكسيم شعيا في الأقطاب الثلاثة جمعها ماكسيم في كتاب أصدره مؤخرا بعنوان أحلام شاهقة، رحلة إلى أعلى قمة في العالم. وإلى جانب الكتابة هذه هي هوايات ماكسيم شعيا. ماكسيم كل قديه بتعمل بايكن على هالطريق؟ مرتين أو ثلاثة بالأسبوع. حد البايكن، ذكرنا شو هي هواياتك. ركض، سباحة، تزلج. هالطبيعة يلي بتحتك فيها يومياً أنت وعلى الدراجة شو بتعني لك؟ هيدي هي الحياة، لما نقول لبنان الأخضر هذا هو لبنان الأخضر. وهيدا لبنان يلي رفعت العلم علمه على أعلى قمم العالم، ما هيك؟ هيدا لبناني لإلي. بتعرف كمان جبران خليل جبران قال مرة لكم لبنانكم ولي لبناني. هيدا لبنان ماكسيم شعيا. هيدا هو لبناني لإلي. فإذن سؤالنا الأخير ماكسيم، ليلي بيوصل للأقطاب الثلاثة لأعلى قمم العالم، لوين ممكن بعد يوصل؟ مثل ما بتعرف أنا عم بحضر مغامرة جديدة وإن الله رد قريباً بعلن عنها، بس بركة طموحي الأكبر هو إنه فسر وبركة برهن لشباب لبنان والمنطقة إنه بالرغم من كل اللي عم بيصير حواليهم لسوء الحظ، إنه فيهم هني كمان يحققوا كل طموحاتهم لبل كل أحلامهم. المعنويات منيحة، الصعوبات كتيرة، بس ما واحد يفكر الهدف إذا حققني قديش كبير، هالصعوبات كلها بتصفي صغيرة كتير مش شوي. ومشاهدينا، يكرس ماكسيم شعيا وقت كبير للمحاضرات بالمدارس مشجعا الشباب على المغامرة من أجل الوصول إلى أهدافهم.